في شاب رح يشوف لاكشمي ورح يكون العرس أكيد كتير منيح. لازم تفكري بفيكرانت إذا كان مناسب لإلك وإذا بدك تتزوجي. بس بالأخير صار اللي صار خلاص، وأنا والأنسة لاكشمي لازم نكون سوا. أنا وريشي لازم نبعد عن بعض، نحنا خلص افترقنا. في كتير قصص، عم قلك موعد العرس عم يتحدد، لازم نتسوق. الحكيم حدد موعد العرس تبعك بـ20، وهلأ ما حدا رح يقدر يوقف زواجنا. رحلة لاكشمي الجزء الثالث من السبت إلى الخميس 8 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.